مرحبا بكم في قناتي. اون سي روتروف فو نوفيل فيديو وموضوع جديد. اليوم جبت لكم كيفاش تقدري تصنعي ان برايمر ولا ميك اب برايمر هوم ميد، يعني تقدري تصنعي برايمر وحدك في البيت بمكونات بسيطه جدا. اول حاجه حنا نحتاجوها نحتاجو اون كريم ايدراتون. دوك انا ما عرفتش نتشرط عليك اون كريم اللي كتعندك ديريها، سواء نيفيا سوفت ولا نيفيا ديك الزرقاء ولا اي كريم ايدراتون، ولا كيما درت انا كريمه تاع غليسيرين. اي كريمه تكون عندك ايدراتونت وراح نحتاجو قطرات من الجليسيرين. دونك نحن نفتح البواطه تاع الكريم سهله وتخلطي هاد المكونين وتولي تستعمليهم كوم ان برايمر بور فوتر ماكياج. بون انا عندي لا بو سيش، راح نستعمل 6 قطرات هكا تاع جليسيرين. بسم الله هكا قطرات صغيره. اذا كانت عندك لا بو غاس تقدري تكتفي بثلاثه حتى ربع قطرات، 4 5 6 فوالا. دونك بزاف باسكو انا عندي نصف العبوه تاع الكريمه تاع الجليسيرين. تقدري ميم ديريها مع نيفيا سوفت ثاني تعطيك نتيجه رائعه. دونك ما يهمش، ليسونسييل تكون كريمه مرطبه. دونك تخلطي هذيك الكريمه تاع الجليسيرين مع الجليسيرين النباتي ولا الجليسيرين فيجيتال، تخلطيهم مليح وتولي تستعمليهم كوم ان برايمر. بون تقدري تزيدي لهاد المزيج مثلا هادوك لي كابسول تاع فيتامين او، ملح بزاف لابو خاصه الهالات السوداء. تقدري ميم تزيدي زيت الصبار ولا جل الصبار معروف بزاف بزاف شباب. تقدري ميم ديريه كوم ان برايمر راح يغذي لك لابو، يعني حاولي ديري في الكريمه حاجه اللي تغذي لك لابو تاعك. تقدري ميم ديري اي زيت يكون عندك، زيت اللوز زيت الصبار اي حاجه لي سونسيال ترطب لك لابو و تزيد تغديها لك. فوالا هاني خلطتها هنا، تحصلت على كريمه متجانسه. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. بقى غير نقول لكم تهلاو في روحكم، ما تنسوش الاشتراك في القناه اسفل الفيديو. Your boo-